رئيس مجلس محافظة صلاح الدين يبحث الواقع الاستثماري مع وفد من إحدى الشركات التركية. أبو مهدي المهندس يبحث مع جنود ووجهاء محافظة صلاح الدين جهود دعم الاستقرار في المناطق المحررة. ووزير الداخلية يؤكد استعداد الوزارة لاستلام الملف الأمني من قيادة العمليات في بغداد والمحافظة. من فضائية صلاح الدين نحييكم وأهلا بكم إلى نشرة إخبارية مفصلة. استقبل أحمد عبد الجبار الكريم رئيس مجلس محافظة صلاح الدين وفدا من إحدى الشركات الاستثمارية التركية، وتمت خلال اللقاء مناقشة الأفكار التي تسعى الشركة إلى تنفيذها في المحافظة. وأكد رئيس المجلس حرص الحكومة المحلية على دعم القطاع الاستثمار في المجالات كافة من أجل النهوض بالواقع الخدمي والاجتماعي في عموم مدن صلاح الدين.